بعد كده الراجل اتكلم بصفه عامه، بعد كده بياخد هنا بيتكلم عن الابلكيشنز بتاعت الادلاء. طبعا الابلكيشنز بتستخدم في كل انواع المباني، في المحلات، في الريتيلز، تمام. يعني شايف نوع الاناره، الاناره الموجهه دي يا شباب بيسموها، تمام، بره بيسموها سكت. السكك دي بتبقى عباره عن كشاف موجه، بتيجي على البرودكت هنا بتنوره وبيدي لك انا عايز اعمل كونسنتريتد لايت، يعني انا عايز اعمل اناره مركزه على حاجه معينه بحيث اظهر الحاجات اللي انا ببيعها وماليش دعوه بباقي الحاجات التانيه، فبعمل فوكس على الحاجه اللي انا عايز اشتغل عليها. طبعا بيبقى موجود الليد لايت في الاوفيس، بيبقى موجود في الهوسبيتال، معظم الابلكيشنز حاليا في الاندستريال، في الاماكن الصناعيه، تمام، سواء ليهم ابلكيشن في الاندور، في الاوت دور، تمام. المباني السكنيه طبعا ليد لايت، الاديوكيشن، المباني التعليميه، الهيلث كير، المستشفيات كلها، وحدات مش عارف ينفع اشتغل على، تمام، موضوع الليد ابلكيشن وما فيهاش اي مشاكل طبعا بتظهر، ان انا لما ببدل بالعكس ده انا بستفيد بمزايا الليد.